ميت جوا المعمل ومخنوق بعشر بحرير. يعني اللي قتلت واحدة ست؟ أيوة. أنا ليه علاقات كتير بالستات؟ كان بيجيب ستات جوا المدرسة ويتلف لأشر بحرير رقبته، ما سبتوش غير لما موت. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جداً، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. جريمة فعلا بشعة للغاية. أمين معمل في مدرسة مشهورة جدا بالشيخ زايد، لما نتكلم عن الشيخ زايد يبقى بنتكلم عن الحي الراقي. الشيخ زايد والتجمع الخامس والحتة دي ما بيسكنهاش وما بيشتغلوش فيها ولا يقعدوا فيها غير الناس الأثرياء. مدرسة بقى في الشيخ زايد يبقى لازم تكون مستوى عالي جدا، مدرسة بتحتوي على ولاد أهالي الحي الراقي، والمدرسين بيتم اختيارهم بعناية من أول البواب لغاية أكبر شخصية بيتعاملوا مع أولاد الأثرياء. في أمين معمل اسمه جمعة، عنده 47 سنة، متجوز من حنان وعايشين مع بعضهم والدنيا كويسة. جمعة ده الأستاذ جمعة ده عنده غرفة، تعرفين بتاع المعامل بيبقى عندهم غرف جوا المدرسة، وطبعا مش معمل زي مدارس الحكومة، ده في الشيخ زاهد يعني معمل مجهز. جمعة ده اليوم العام الدراسي او الترم الدراسي الثاني خلاص بدأنا فيه. قبل بداية الترم لازم نكون مجهزين كل شيء، المعامل نظيفة، الارضيات نظيفة، كل شيء، الادوات. ده معمل في مدرسة كبيرة يا جماعة. طيب قبل بدء العام الدراسي مدير المدرسة ولفيف من المدرسين بيشوفوا المدرسة، لقوا ان امين المعمل ميت جوه المعمل ومخنوق بأشر بحريم. أشر بحريم يعني ايه؟ يعني اللي قتلته واحدة ست، مش شرط ممكن يكون راجل، بس الراجل هيجيب أشر بحريم ليه؟ مؤشرات بتدل ان في عنصر نسائي. الشيء الغريب الشرطة لما جات ما لقتش اي بعثرة في محتويات الغرفة. في ناس قالوا ان هو ده البواب بتاع المدرسة او فراش المدرسة وكلام كتير، لكن احنا حسب المصادر اللي قدامنا ده كان امين معمل الاستاذ جمعة. الشرطة جات بصوا في محتويات المعمل او الغرفة ما لقوش فيها لا بحصرة ولا في حاجة سرقت ولا حتى الموبايل بتاع الاستاذ جمعة موجود، يبقى اذا هنا مفيش اي دليل على ان القتل كان بسبب السرقة. محفظته في جيبه، موبايله في ايده، محتويات المعمل كلها سليمة. طب ايه اللي حصل؟ يبقى اكيد اللي دخل ده يعرفه الاستاذ جمعة، وفي نفس الوقت ايام اجازة. ابتدت بقى نشوف الكاميرات اللي في المدرسة، مين اللي دخل المدرسة ومين اللي طلع من المدرسة. ابتدت الامور تتغير، وخاصة ان اكشفوا ان الزوجة كانت داخل المدرسة، والزوجة هي اللي بلغت كمان. ازاي؟ الزوجة اسمها حنان. حنان دخلت المدرسة علشان تساعد جوزها قبل بداية الترم الثاني. هتساعد جوزها في قد انا اللي بروح انظف المعامل، انا اللي بكنس، انا اللي بمسح، انا عشان ما اخليش جوزي يتعب. واجب عليها برضو، صعب ان الرجل ينظف المعمل ويساعد، ما علينا. فرحت فبقول له يا جمعة انا بسمح كلام كتير عليك يا جمعة، وصبرت على خياناتك كتير، انت راجل جربت على 50 سنة، مش تعجل بقى وتبطل علاقتك بتاع الستات دي. قال لها، لقيته راح رد عليا وبيقول ايوه انا ليه علاقات كتير بالستات، واعرف ستات واوسع مدخلك عملي. الزوجة بتقول انا رايح اساعد جوزي ورايح اعمل انظف معاه المعمل واشوفه عشان اساعده، فبدردش معاه. ما هو الشرطة جابته على أساس أنت ظهرت في الكاميرا وأنت جاي، ظهرت في الكاميرا وأنت داخل المدرسة،
انت مش موظف في المدرسة. فقلت له كنت بساعد جوزي. وانا اللي بلغت مدير المدرسة، وانا اللي بلغت لما دخلت لقيت جوزي في المعمل مشنوب بالاشار بالحريم. طب الاشار بالحريم ده بتاع مين؟ قالت ما اعرفوش. انت كنت جايه ليه؟ قالت كنت بنضف في المدرسة وجايه اقول له بطل علاقات نسائيه. المهم مع كتر استجواب الست كانت مره تماطل، مره ترجع تغلط في الكلام اللي قالته. لما ضيعوا عليها الخناق قالت بقول لكم ايه، انا اللي قتلته، ما تتعبوش نفسكم بقى، نسهكت من كتر الاستجوابات. طب يا حبيبتي ايه اللي حصل؟ جات ايوه انا كنت رايحه له عشان اقول له بطل علاقات نسائيه، وخاصه ان كنت بعرف ان هو كان بيجيب ستات جوه المدرسه في الغرفه بتاعته، وعلاقاته متعدده وسمعته زفت، وكله معروف ان هو راجل بتاع ستات. فروحت قلت له يا جمعه كفايه بقى. قال لي طب عايز اقول لك على حاجه بقى، متجوز عرفي وبتجيلي المدرسه هنا كمان. جات اول ما قال لي كده وعرفت ان في واحده ست خطفته مني، انا كنت بسكت على الخيانات بقول زي بعضه ربنا اللي هيحاسب. كل يوم ما واحده ست، وكل يوم داخله طالع بنات ونسوان، واهم حاجه ان هو ما اتجوزش عليا. لكن لما لقيته اعترف لي ان هو اتجوز عرف عليا، عرفت ان في واحده ست خطفته مني، وانا اللي يخطف جوزي مني ما اسكتش. عملت ايه؟ جات رحت عنده المدرسه وخليته قاعد، وجيت من وراه شديت الاشار بالحريم بتاعي، وجيت مصدر ركبايا في ظهره، وجيت لفه ويا صحتها مساعداه، وجيت لفه الاشار بحور رقبته، ما سبتوش غير لما موتته. موت جوزك يا حنان؟ ايوه موتته. ما فيش ست تخطفه مني. ايوه يا ست انت كده خطفتيه. ما فيش ست خطفته، ده انت اللي خطفتيه وديتيه مكان تاني خالص. ليه كده؟ لا تنطقش. انا اوافق انه يخني، لكن ما وافقش انه يتجوز علي. شوف الست اصله لما يخونها، ما هو تفكير الست يقول لك ايه، لما جوزي يخني هيدخل نار جهنم يتعذب، لكن لما يتجوز علي يبقى متع نفسه في الدنيا ومشي في الشارع وهيدخل الجنه في الاخر. فانا اخليه يعمل علاقات في الدنيا براحته بس يتشيو في الاخره، لكن لما يتجوز بحلال ربنا في الدنيا يبقى هيمتع نفسه في الدنيا ومعملش حاجه غلط وهيدخل الجنه كمان، يتمتع دنيا واخره، لا انا احرمه من الدنيا. فراحت خانقاه مموتاه عشان مفيش واحده ست تخطفه منه. انا صبرت عليه كتير وصبرت على خياناته، وكنت بعرف ان بيروح لستات البيوت، وكنت اعرف ان في ستات بتجيله، وهو متعدد العلاقات، وهو اعترف لي وقال لي ايوه يا حنان انا بتاع ستات وايه رايك، ومتجوز عرف اليومين دول. المهم اعترفت تفصيليه، مثلت الجريمه، حتى كان في خدوش في الوجه عندها، قالت ان جمعه وهو بيحاول يقاومني وانا مصدر رجليه في ظهره حاول يقاومني فعمل لي خربشني في وشي، لكن قدرت اسيطر عليه ما سبتوش لما غير لما مات. بعد كده اتصلت بالمدرسه وقلت لهم وجوه اتصلوا بالشرطه. دي جريمة داخل مدرسة في الشيخ زايد الحي الراقي، جريمة قتل زوجة لجوزها أمين المعمل أو فراش المدرسة أيا كان، داخل مدرسة في الشيخ زايد. يعني وصلت إن الزوجة بتقتل جوزها في مكان عمله، في مقر عمله، في المعمل، خنقته وقتلته. الزوجة ما تطقش الخيانة، والزواج عندها خيانة، يعني هو الراجل اتجوز عرفي، ده بالنسبة لها خيانة. ما اعتبرش انه يعني شرع رب، لا اعتبرته خيانه، وكانت لازم تنتقم منه عشان ست ما تخطفوش مني. يعني طبعا احنا مش بنشرح وجهه نظرها، لكن مش متعاطفين معاها نهائي. اتطلع منه، القانون خليك الخلع، تاخدي كل حقوقك، رغم ان الخلع الشرعي ترد حدقته، ده انت لو واخده حاجه ترجعها لي، احنا خلينا الخلع تاخدي انت كل حاجه باستثناء المؤخر والمتعه، وتاخدي الشقه وتاخدي الاولاد وتاخدي الفرشه وتاخدي الدهب فانت الخلع يا بنت الحلال يديكي كل حاجه. مش طايقه جوزك يعرف ستات، مش طايقه جوزك يخونك، مش طايقه جوزك يتجوز عليكي، اخلعي او اطلبي الطلاق. لكن تموتيه ليه؟ وتموتيه في مكان اكل عيشه؟ وتفضحيه في الاعترافات؟ طب هو الراجل مات لازم تو يتعلق علاقات نسائيه وبيغلط وبيجيب نسوان وبيزني وفي الاخر اعترف لي وقال لي ايوه بتاع ستاته وبعرف ستاته ومتجوز عرفي، هات لاخرك هتعمل ايه؟ يعني طبعا الجريمه فعلا بقت بشعه جدا، وخاصه ان الست تقتل جوزها متعودين بتحط له مخدر هي وعشقها، بتموته بسكينه، بتولع فيه وهو نايم، لكن تروح له مع مكان عمله وتقتله،
وتقتله بايه؟ بقى شر، يعني معنى كده قوة جسمانية. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.